عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تحط لايك، ولو انت قاعد تشوف القناه ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا حلوين النهارده اعمل لكم فيديو حلو قوي 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 قوي، وهو ايه بقى؟ تصميم صالون التجميل. فانا بنصمم صالون تجميل سوا، انا متحمسه جدا قوي 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 ان انا اصمم صالون تجميل. اول ما اصمم صالون تجميل اصلا تمام، فانا هدخل على البيت ده، يعني هو مش بيت، كان كافيه، بس انا ايه احوله لصالون تجميل. يلا بينا نشوف سوا، يلا بينا. فطبعا حلوين تعالوا اوريكم الاوضه شكلها ايه. اول حاجه في الاوضه دي وفيها الخزنه دي كان حلوه برضه، هنعمل فيها حاجه. وفي برضه الاوضه دي ودي ودي ودي. فيلا بينا بقى يا حلوين نبدا التصميم، يلا بينا.
you
وسط الصالون وشكله حلو قوي بجد. اول حاجه انا حطيت بقى ارفف، وحطيت فيها علب اي شادو وعلب برفانات واللي هو اللي بيمسح الميك اب، اللي هو القطن بيمسح الميك اب، وفرش ميك اب ولمبات كتير واضواء كده وزرع. وحطيت هنا بلاشر كتير قوي وليب جلوس، وهنا حطيت سكرابات كتير قوي يعني ومنكرات، وهنا حطيت بقى زي فونديشن و ايوه وفونديشن واي شادو وحاجات من ديت. وهنا العلبه دي فيها فرش وفيها مقصات والحاجات دي عشان يعني تسيح الشعر والحاجات دي والسشوار والحاجات دي. وهنا برضو في في ايه في تلاجات كده وحطيت فيها الحاجات بتاعت السكين كير، وهنا برفانات وحطيت هنا كريمات وعلب اي شادو كده. وهيك في الشخصيه اللي انا عاملاها دي. ندخل هنا بقى، وده بقى مكان جميل جدا. اول حاجه كده حطيت هنا مرايتين واربع حواض عشان يعني نعملهم يعني سكين كير عليهم والحاجات دي. وحطيت هنا فوط كتير قوي باللون البينك، وانا هقفل لكم بس الضوء ده، وصبغات كتير قوي بكل الالوان. وحطيت هنا برضو صبغات برضو بكل الالوان من نوع تاني، وهنا برضو منكرات. وفي التلاجة دي حطيت كده سكرابات كتير قوي، سكراب الفحم وسكراب العسل. اوكي، وهنا حطيت المسكارا بتاعه خيار النهر اللمبة ديت. وهنا حطيت برضو ليب جلوس وروجات، هنا برضو فونديشن ماركرات وكونسيلر. وهنا ايه تاني بقى، ايوه وبرضو صبغات هنا تمام. وهنا حاجات كده رحت جبتها حاجات للوش يعني كده تحطها زي ستيكرز. وهنا حطيت اللي هو ده تمام. طبعا حطيت روبات وكده يعني الروب ده مكانه. وهنا بقى في المكان ده حطيت اسم المكان، حطيت كده زرع كده وكاميرا مراقبه طبعا اكيد اهي. وانا علقت كده صوره على شكل بجلوس يعني وكده. وهنا بقى في المكان ده حطيت كده شنط وحاجات يعني عشان يدخلوا يتسوقوا ويشتروا ميك اب كده، اصل ده مش شاري ميك اب بس، ده كمان صالون تجميل. وهنا حطيت زرعات كتير، وهنا برضو حطيت علب اي شادو وعلب بلاشر وروجات كتير جدا. وهنا بقى مليت الحته ديت برفانات وفرش الميك اب وكل حاجه، لا حاجات الميك اب اللي هي الفرش والحاجات من دي. وبرضو في المكان ده حطيت بقى كل المكان ده بلاشر، وهنا المكان ده فيه بادي لوشن زي ده لوشن يعني الجسم وكده. وحطيت برضو برفان يعني، بس ما لقيتش احط ايه تاني يعني وكده. اوكي وبس تعالى نشوف المكان التاني. حطيت هنا برضو اضواء كتير، هنا المكان ده بقى تحفه. حطيت هنا بقى الكاشير، وهنا في مكان الكاشير ده مليته برفانات، وانا حطيت فوط كتير قوي باللون الابيض، وهنا برضو سكرابات ايوه انا هحطها مكانها سكرابات برضو. الصف ده سكرابات، الصف ده شامبوات. اوكي اهوت حطيت كل حاجه، وانا برضو حطيت سكرابات لان السكرابات تبقى اكتر. وهنا برضو الماسك ده، وهنا حطيت برفانات، وهنا حطيت كريم سانس كريم والحاجات ديت. وهنا حطيت برضو نفس بتاع بودي لوشن برضو. وهنا حطيت البتاع ده زي الجلوس. اوكي وهنا ده لازق للضوافر للمنكير يعني الحاجات دي اللي استنتجته اللي هو كده بيحطوا بيلزقوا بالضوافر تمام. وهنا ايه برضو حطيت هنا برضو الماسك ده اللون الاصفر والاخضر والاحمر كل الالوان. وحطيت هنا شنطه كده فيها ميك اب برضو. الشخصيه دي عسل قوي. نفتح اللون الشجر ده، وحطيت برضو هنا علب برفانات اهو برفان اهو. اوكي نخليها مفتوحين ولا مقفولين؟ نخليهم مقفولين احسن. خد بقى على اخر مكان، هو احلى مكان عندي الصراحة. نشغل بس الانوار كده. حطيت كده مراية صفرا من هنا وسكرابات برضو، وهنا الفرشة ديت بس على شكل ضوء، واسم المكان برضو. ونقعد هنا مثلا كده ونحط الماسك ده، حاجات حلوه قوي بجد. وهنا برضو حطيت سكرابات كتير واللي هو السمغه ده والفوط، حاجات حلوه قوي زي ما قلتلكوا. حطيت سمغه الضوافر، وحطيت كده ملمع للوش وملمع الشفايف وحاجات كتير قوي. وهنا برضو فونديشن. طبعا يا حلوين ده كان بس ده كان فيديو النهارده وصالون النهارده. لو عجبك متنساش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه وبس. باي.